صباح الخير أصدقائي، يوم جميل، صباح جميل، أتمنى لكم إياه. خليكم وياي اليوم، أنا راح أروح السوق الأحد أو سواب ميت، بس اللي يكون هنا أنا قريب مو بعيد بسانتي، أكو واحد يعني صغير. خليكم ويانا فيديو على السريع. اليوم الأحد والساعة تقريبا 7 الصبح، يعني شوفون الشوارع هنا بالكاهون ما مزدحمة. عادة هاي الشوارع تكون كلش مزدحمة. مدينة الكاهون اللي أسكن بيها هاي الجديدة، واللي سابقا أنا كنت ساكن بيها مدة 4 سنوات، مزدحمة كثرة العراقيين اللي بيها وكثرة العرب اللي بيها، المدينة مزدحمة. فتشوف جالية عربية هواية بيها. خليكم ويانا وليتس جو على سوق الأحد. طلعنا هنا على الفري واي، فري واي الخط السريع هنا يسمونه فري واي. هم عندنا خطوط سريعة احنا في العراق اذا تتذكرون، انشئت بالثمانينات وبالسبعينيات. خليكم ويانا. وطلعنا هسه احنا على الفري واي. الفري واي كلمة تطلق على الخطوط السريعة بأمريكا. أمريكا بيها أكبر شبكة بالعالم من الخطوط النقل، الخطوط السريعة تربط كل ولايات أمريكا. أمريكا قارة كبيرة، فلازم احنا نروح من هنا على اليمين ونروح لسوق الأحد. الخطوط السريعة محسوبة هنا 65 مايل، هذا القدام يمشي 60 أو يمشي 50، هذا الأمر ممنوع، لازم أنت تمشي 65 إلا إذا كانت سيارتك بها عطل، فتاخذ أنت الجانب الأيمن وتسوق أقل من السرعة المحددة اللي هي 65 ميل بالساعة. هنا القياسات بأمريكا بالميل مو بالكيلومتر مثل بالعراق أو أوروبا أو أي دولة أخرى، فقط هي يعني متخذينها من النظام الانجليزي اتصور. فاحنا لازم نروح من هنا هسه على اليمين على سوق الاحد. حبيت اقول لكم هاي المعلومه، لان انا هم من اول ما اجيت امريكا متفاجئت شنو ميل، ليش مو كيلومتر، وحتى وزنهم بامريكا مو بالكيلوات لا بالباوند، هاي هم الدوله والقياسات مالتهم بالفيت مو بالمتر. يعني لازم نروح من هنا على اليسار، ناخذ الجانب الايمن، هذا خطين يرحن على اليسار وخط واحد يروح على اليمين. فاحنا ناخذ الخط هذا اللي على اليمين نروح به على اليسار، ليش؟ لانه راسا راح نلوف على اليمين، باو عليه شوف راسا من هنا راح نطلع على اليمين اتجاه سوق الاحد. الحلو ان هنا انه الشوارع كلها مخططه، ويعني فد شيء نظامي كلش حلو. وايضا نستمر احنا من هنا بهذا الاتجاه اليمين، لان هم يعني يمكن ثالث ترافيك لايت نروح على الاتجاه اليمين. والله كم ترافيك لايت، هذا واحد اشاره ضوئيه اقصد يعني ترافيك لايت، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هم بثلاثة بالرابع مدينة سانتي هي مدينة مجاورة لمدينة الكاهون، يعني حسبة 10 دقائق تقريبا توصل لها. مدينة حلوة ونظيفة وهادئة وراقية، ولا حتى اللاخ هذا هم حتى باللاخ. هذا منا شوف اخذنا هسه احنا السايد اليمين، هذا فقط يوديك على اليمين اللاين اللي يعني ماشي بيه، ما يحق لك تعبر لي غاد. شو الجبال مدى تبين يمكم، بس الجبال كلش حلوه البعيده بها الغيوم نازله عليها، تشوفونها لو لا
تسوي زوم مع الجبال النازلة عليها الغيوم قد حلو. ولو ويانا رايحين السوق الأحد يلوفون مننا على اليسار، هذا عندهم نظام الستوب ساين. الستوب ساين هو تقاطعات بالشارع، تجي انت توقف اني اوقف مثلا، تشوفوا ثاني وقفت هذاك قبلي واقف رأسا ذاك مشي، هذا يجي يوقف اللي يعاني السرعة، يعني هو قبل الأسبقية لمن في الساحة، منو أسبق أكثر واحد موجود بالساحة واقف بالتقاطع هو إلى الحق أن يمشي أول واحد. راح نوصل للسوق الأحد، وصلنا له يعني طريق كلش قريب صار، لأنه ماكو ازدحام وعطلة، وأنا طالع من الصباحيات، أنا محتاج أكو أشياء محتاجها أغراض من هنا الدخول على سوق الأحد. وما يسمونه سوق الأحد هنا، يسمونه سواب ميت، صراحة ما أعرف شنو سواب ميت، يعني ما أعرف شلون منين جت هاي، ما أظنها حتى كلمة إنجليزية. وجوز كلمة انجليزية واني ما ادري. الدخول ايه من هنا، الدخول ذولا ياخذون دولارين، مو هناك ذاك سوق الاحد ياخذون دولار. هذا السوق الميزة اللي بيه انه يعني الامريكان اللي بيه ذولا العرق الابيض الاوروبيين، ياخذون دولارين. بنحضر لهم دولارين. هلو هلو جود مورنينج هاو ار يو، هاي جود مورنينج ثانك يو. ماكو مكانات، على فر الكاميرا. هذا سواب ميت مدينة سانتا، هذا راح يطلع. هذا هو سوق الأحد، حملوني هاي الطقطقة العربانة. من هذاك السوق ما في ازدحام يصير، يختلف اختلافه انه هنا أنا اقل ازدحام، يعني الناس اقل مثل ما قلت لكم، هم كلهم البشر البيضاء الاوروبيين الاصليين. عد الاناني اشتريت بس باسه، واريد اشتري هاي الصورتين عجبني كلش حلوات، بس صاحب المحل ما موجود، عايف اغراضه ورايح ما اعرف، واخاف اروح خاف ينباعن، كلش حلوات يشتعلن. خل انتظر واشوف. اشتريت هذني الخشبات، اريد اسويهن رفوف وياهن 9 قطع من هذني الشتايجر، 9 قطع شتايجر كلهن ذني ب 15 دولار، واخذتهم ذني الصورتين اثنيناتهم ب$7. تعال شوفوهن ويعني ايش قد حلوات، كلش حلوات، مو صورة وانما رسم يد. Thank you.
I was looking over there. You're not selling today. هذا القرد عجبني، لبيش تقول 3 دولارات، مصنوع من الفخار، ممكن اخليه بالحديقة. مام؟ مام؟ You want it? Yes. Thank you, ma'am. هذا الدب ممكن نخليه بالحديقة. How much? $8. ماي ما يسوى ثمانية. هم بالحديقة ما يرهم من هذا يتبلل. Hey sir, how much? اخذ من عنده مجموعه وعلى دولارين. اشتريت هوايه اشياء اضافه لهاي التماثيل، كلش حلوه تنحط بالحديقه. وبعدين اشوفكم يعني اكو بعد كم حاجه اريدها، لازم اروح اذب ذني بالسياره الاغراض وارجع اشتري نباتات مثل هاي بيها ورود. نا مطعم فاتحين. نا الشمس قبالكم ما راح تشوفون شيء، فراح اطفيه. تفضل. لاني حلوات اشتريتين راح اخليهم بالحديقه وراح تشوفونهن شلون يصيرن حلوات. بس اكمل الحديقه، اكمل زرع بيها واكمل صبغ الحائط. وخليكم ويانا، ليتس جو. هاي شبيهة الفاصة تتطول وتتكبر، أنا أحتاجها بالحديقة 3 دولارات. هذا كوم خشب 5 دولارات. هاي الأخشاب كلها 5 دولارات. وهذني الشتاقرات الوحدة بدولار، أنا أيضا محتاجهن. ويقول لك التيوتا تندرة ما تفيد، يحكي عليها
منعم. يقول ما تفيدك وشنو مخليها وكذا، شو وش قد شالت غراض. وبعد يعني حتى لو رجع سواك سان لعدي سيارة صغيرة ذي وين هذا 100 دولارات. هاي اللوحة، هذا سياج مجموع، هذا من سياج يصيرين مع الحديقة، وياهن هذا كرك صغير يدوي، وياهن هاي كلش حلو، لأن كلهن 10 دولارات. بعدين أشوف بس بلانت. بابايا 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 بابايا. أحد الأشخاص قال لي اشتري شجرة البابايا، تصير شجرة بسرعة وتحمل. أنا ما أعرفها شنو هي. هاي البابايا وياها الديج هذا ذني 3 2 15 دولار، ذني 4 دولارات كليتين، كلهن هذني 4 دولارات. ذني من بلاستيك مصنوعات ولونهن أخضر، ذني ممكن أسوي من عندهن سياج للحديقة، يعني سياج ناص يصير. شايفين اللي يصير دار ما يدور الحديقة، أقدر أقطعهن وأسويهن. هوتن البابايا، وقعن على البابايا. خليكم ويانا ولسكو. كملنا كل شيء، اشترينا كل اللي نريده تقريبا. اكو بعض الاشياء اردتها ما لقيتها، بس هاي وراح نحملها بالسيارة. يعيب عليها منعم، يقول تبرع بيها للفقراء. جو راح تفيدنا ايش قد هاي الغراض كليتها راح تشيلها، وبعد بعدها فارغة. وخليت هناك بالصدر انقسم من الغراض. تحياتي لكم. لهنا أنا ينتهي الفيديو مالنا، فيديو على سريع سويته هذا أنا، وما راح يعني أطول به هواية. أنتوا طلبتوا من عندي، قلت كل شيء وين ما تروح وين ما كذا صورنا، صور كل أحد. تحياتي لكم.